مجدي كان عمره 4 سنين لما اتحكم على أمه بالإعدام لأنها قتلت أبوه. في الوقت ده ما كانش في حد عايز يرعى مجدي، فالدولة سلمته لدار رعاية فضل فيها لغاية ما وصل سن 18. الدار قالت له شق طريقك عشان غيرك بيخش مكانك، وخرج مجدي للدنيا عشان يشوف إيه اللي قدامه. خرج مجدي ملقاش أي حد بيرحب بيه، ولا لقى شغل، ولا لقى مكان يعيش فيه، ولا أي شغلانة يمسكها، شغلة في الترحيل، شغلة في الفاعل، أي شغلانة يجيب منها قرش يصرف على نفسه. وفي مرة لقى مقاول عايز أنفار يشتغل في مزرعة، ركب مع الناس وراح المزرعة، وهناك قابل ناس طيبة حبوهم، وكل ما تيجي الطلب للمزرعة دي يتسابق عشان يروح مع الشباب للمكان ده. وفي مرة قرر أن يفضل في المزرعة في القرية الطيبة دي على طول، يلاقي أي شغلانة ويعيش منها. وفي القرية الطيبة دي واحد دله على مزرعة يشتغل فيها بالشغل مستمر، وقال له إن في أوضة جنبينا بتأجر وإنت ممكن تأجرها وبتدفع براحتك. الراجل مصدق، راح الأوضة شافها، حس إن هو بقى له وطن أخيرا ومكان يروح ويدخل عليه، وبقى يروح المزرعة يشتغل. وهناك اتعرف على تهاني اللي سأل عنها وعرف إنها مطلقة ومعها ولد اسمه حسن. الولد عنده 2 سنين وهي ما عادتش كتير مع جوزها ورجعت قعدت مع أبوها. حب تهاني وحس إن هي عندها تقبل من ناحيته، وفي يوم قرر إن هو يتقدم لأبوها، ما هو عنده أوضة وعنده دخل. ولما راح ألحق أبوها بدأ يطلبها، بس كان هو صريح شوية، حكى له كل حاجة عن حياته. وهنا موقف الأب اتغير، بعد ما كان بيسلم عليه وبيرحب بيه اتقلب شكله وملامحه وقال له إن هو رافض وإنه ما عندوش بنت للجواز. مجد اتصدم، إزاي اتقلب بطريقة دي؟ كان بيرحب بيا ويستقبلني كويس، وتهاني كانت عندها قبول ليا. خرج من البيت مصدوم وحاسس إن الدنيا قفلت في وشه، بعد ما كانت حاسس إن هي فتحت أبوابها ليه. روح بيته مكسور وقال أنسى وأشوف دنيتي. وفي يوم لقى تهاني بتدور على ابنها عيل صغير، تعاطف معاها وبدأ يدور معاها كل البيوت كل الطرق حتى الترع. جه الليل خد شباب بقدر يدوروا على الولد. أبوها حس إن الولد دوت عنده شهامة، عنده مروءة، حس بيها. وتهاني بدأت تحس إنه هو إنسان فعلا طيب، ويمكن الظروف جت عليه بس هو فيه خامة كويسة. بدأوا يغيروا رأيهم فيه، بس حسن لسه مرجعش، بيدوروا عليه. وعد أيام والولد لسه مرجعش. الشرطة طمنتها إن الولد لما هو مظهرش جثة ليه، يبقى الولد عايش وبخير بس لسه موصلوش ليه. مرت شهور وحسن مرجعش، وبدأ مجدي يتقرب أكتر لتهاني والأبوها، وكل يوم التاني يسأل في جديد. الشرطة قالت حاجة جديدة لما بدأوا الناس تتعود عليه، وبدأ يجمع شجاعته وتقدم تاني ويخطب تهاني. بس المرة دي لقى أن أبوها موافق، وتهاني رحبت وحددوا الميعاد. أبوها قال له بنتي تعبانة وأنا عايزها ترتاح الفترة دي، قد ربنا يكرمنا وحسن يرجع. قال له اطمن عليها في الأمان، بنتك في عينيا. حددوا الجواز ودخلت معاه قطه، ومن أول ليلة دخلت بيه لقيت حاجة غريبة قوي. كل ليلة تنامها تشوف ابنها بيستغيث، كل يوم تقوم مفزوعة لغاية ما راحت لأبوها بتقول لأبوها من ساعة ما اتجوزت وأنا حسن بيجيلي في المنام بيستغيث. قال لها طب يا بنتي أعصابك تعبانة، عودي معانا يا بنتي يومين مع أخواتك غيري جو. ولما قعدت عندهم وباتت ما شافتش حاجة. رجعت بيتها لقيت حسن برضو بيجيلها يستغيث في المنام. البنت صحت مفزوعة، في ايه اللي بيحصل؟ بس مجدي ما اهتمش بكلامها وقال لها ان شاء الله ربنا هيطيب منا وهيرجع. في يوم مجدي راح شغله وهي كانت في الاوضه شمت ريحه مش حلوه، فقالت اهوي الاوضه واكنسها. ولما كانت تكنس البلاط لقيته بيتحرك معاها، شالت البلاط لقت الرمل تحتيها بتحرك بسهوله، قام كبت خشبه بدات تنكش في التراب لغايه ما فحرت فحره جامده. وهي مستغربه التراب ده بيتحرك بسهوله ليه كده، والريحة ليه بتزيد. وفجأة لقت ايد طفل صرخت صرخة كبيرة خلت الجيران تلم حواليها. الناس بحثت ودورت وطلعت اللي موجود تحت ده الطفل، ولما طلعوه لقيت ابنها حسن. جت الشرطة وطلعوا الجثة وقبضوا على مجدي، والاعتراف اعتراف غريب قوي.
قال إن لما كسروا بخاطري وطردوني من عندهم ورفضوني بسبب ظروفي، قررت انتقم منها ومن أبوها، وما لقيتش غير ابنهم حسن غير إن أنا انتقم منهم فيه، لأن عارف إن هو غالي عندهم قد إيه. استدركته في يوم وقلت له تعالى عندي حاجة حلوة في الأوضة، والولد جه معايا لأنه كان بيحبني، وهناك أنا خنقته ودفنته، بس ما عرفش إن أنا هيجي عليا يوم واتجوز أمه وظروف تتغير بالشكل ده. هل اللي حصل من مجدي ده طبيعي، وإن العرق دساس، وإن على الأصل دور صحيح، وإن الأولاد اللي أبقهم مجرمين نحرس منهم مندخلهمش بيوتنا، هنقضى عليهم، ولا ممكن يكون فيه من ظهر الفاسد عالم زي ما الناس بتقول؟